بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. معكم أخوكم عبد الناصر أحمد، نعمل شروحات الخرسانة. أتمنى أنكم تزورونا على اليوتيوب، بأنك أنت تكتب في محرك البحث في اليوتيوب أو في محرك البحث في جوجل، تكتب أبو سلمة نعمل شروحات الخرسانة والتربة، وإن شاء الله هتنزل لك كل حاجة إحنا عملناها. وأرجو من حضراتكم التعليق، ونتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إن إحنا نعمل دوت إن شاء الله رضاكم، وأشكركم لمتابعتنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل النهارده اختبار، احنا جبنا يعني اتكلمنا على جزء منه في حلقه قبل كده، واختبار الاورجانيك. يعني لما نشوف الاختبار دوت لازم نشوف اختبار الاورجانيك، والاورجانيك هو بيكشف على الشوائب اللي في الرمل اللي بيستعمله مع الخرسانه. طيب احنا لما عملنا الاورجانيك المره اللي فاتت قلنا ممكن يكون فيه شوائب. طب هل الشوائب دي مؤثره على الخرسانه لما نستعمل معاها الرمل دوت اللي فيه الشوائب العضويه ديت ولا لا؟ لما لقينا فيه شوائب، طيب هل الرمل ده هيبقى رمل؟ هل هنستغنى عنه؟ راح قالوا ايه، هنعمل اختبار اسمه مدى تاثير الشوائب على الركام الناعم الخرسانه، هو اسمه كده، اللي احنا هنشوف الحاجات العضويه اللي في الرمله دي هل هتاثر على الدايب بعد كده ولا لا. الاختبار ده اتكلمت عليه المواصله الامريكيه الاس تي ام سي 87، والمواصله الاوروبيه اللي هي 1744، بالاضافه طبعا للمواصلات القياسيه المصريه اللي هي 1109. طب هعمل ازاي الاختبار دوت؟ انا طبعا الرمل اللي فيه اورجانيك دوت اللي فيه مشكله ان احنا رابطين نشتغل بيه، هجيب منه عينتين، او بمعنى اصح عينه واحده واقسمها نصين. طيب النص دوت هسيبه زي ما هو بعمله بالشوائب اللي فيه، والنص الثاني هيبقى هغسله، هنضفه من الشوائب اللي فيه. طب هنضفه ازاي؟ هنضفه او هغسله بمحلول الصوديوم هيدروكسيد اللي هو تركيبه 3%، نفس المحلول اللي انا اشتغلت بيه قبل كده وانا بكشف على المواد العضويه او الشوائب العضويه. هغسل المحلول ده كويس، الرمل ده كويس جدا بالصوديوم هيدروكسيد اللي هو تركيبه 3% لغايه ما ينضف خالص. طيب بعد ما اجففه، طب بعد ما انضف كل حاجه هتاكد ازاي ان هو نضف؟ هتاكد ازاي؟ قال هعمل عليه الاختبار بتاع الاورجانيك، يعني برده مهما كان برده هنرجع للاختبار الاورجانيك اللي احنا عملناه قبل كده بفتره، لازم نشوف وهشوف فيه ولا مفهوم. اذا طلع صافي يعني اللون بتاعه فاتح زيه زي العينه القياسيه، يبقى كده ما فيهوش اي اورجانيك. خلاص طب كويس، او كده انا نضفته وخليته نضيف، ما فيهوش اي شوائب عضويه. طيب هاخد الرمل دوت اعمل بيه ايه؟ خد بالك، تذكر معايا دلوقتي، انا معايا اللي عندي رمل دلوقتي، النوع اللي هو لسه بعمله فيه الشوائب، والنوع اللي انا غسلته. النوع اللي غسلته دوت لما غسلته انا بالصوديوم هيدروكسيد لازم اتاكد ان ما فيهوش صوديوم هيدروكسيد. طب هتاكد ازاي منه؟ قال لك هتاكد منه حاجه من الاثنين، يا اما محلول الفينول فيه سليم، يا اما ورق عباد الشمس. هم دول الحاجتين اللي هتاكد منهم ان ما فيهوش صوديوم هيدروكسيد، لان لو في صوديوم هيدروكسيد ثاني يبقى لازم اغسله ثاني بميه حنفيه عشان انضفه من الصوديوم هيدروكسيد. خلاص انا جهزت الرمل وكل حاجه، هحكم عليه ازاي؟ قال هتعمل مكعبات 5 في 5 اللي هو بالنظام الامريكي، يبقى انا كده هرجع تاني اشوف الفيديو اللي احنا عملناه قبل كده بالنظام الامريكي. كويس، مكعبات 5 في 5 طبعا دي معروفه ومشهوره، الاس تي ام اتكلمت عليها بتفصيل واحنا عملنا له فيديو الحمد لله. هقول بقى طريقه الخط بتاعتها. قال هجيب اسمنت او بي سي عادي اللي هو الاسمنت الاوردينري العادي، الاسمنت او بي سي العادي اللي عارفينه. وقال الخلطه ديت يعني هناخد منها 600 جرام اسمنت مع كميه ميه تعادل، يعني احنا حسبناها بالتقريب او في كل الاكواد قالت عليها هبدا ب 360 جرام ميه. لو ناخد بالنا هنا الراجل ما قالش اي حاجه على كميه الرام، ما قالش، ما ذكرهاش. طيب هعرفها ازاي كميه الرام ديت؟ قال لي هعمل ايه بقى؟ هعمل 6 خلطات، يعني هجيب الرام اللي هو فيه الشوائب العضويه دوت، هعمل منه 3 خلطات، كل خلطه ب3 مكعبات. والرغم ان انا غسلته بصوديوم هيدروكسيد ما فيهوش اي مره عضويه، هعمل برضه منه 3 خلطات، كل خلطه ب3 مكعبات. طب كويس قوي، هغلط ازاي؟ احط الميه في المكسر، بعد ما احط الميه اضيف لها كميه الاسمنت اللي هي 600 جرام اسمنت، وبعد كده اخلط الاسمنت والميه لمده 30 ثانيه على سرعه طفيه. بعد كده عندي كميه رمل، كميه رمل دي انا هوزنها وليكن مثلا 5 كيلو، عندي 5 كيلو رمل مغسول كويس قوي بالصوديوم هيدروكسيد نظيف ما فيهوش اي مره عضويه، وابتدي اضيف رمل
على الخلطه ديت خلال 30 ثانيه وعلى السرعه البطيئه زي ما هي لغايه ما اوصل لزمن اللي هو يعتبر دقيقه بالظبط معايا طبعا، واشوف انا بعينيا حسب الخبره اللي احنا الراجل بيعملها حسب الخبره بتاعته يشوف هل هي هتدي له قوام يعادل 110 زائد او ناقص 5% اللي هو عن طريق المندال او الفلو تيبل بتاع الاسمنت اللي هو قياس السيوله او الانسياب الاسمنت. نضطر هو الاله لسه طريه، لا يضيف رمل كمان، يضيف لغايه ما يتاكد ان الشكل اداله انه حقق 110. خلص كل حاجه، خلص دقيقه يبتدي يقلب السرعه على السرعه، يقلب سرعه الخلاط او المكسر على 30 ثانيه ثانيه بدل اجمالي دقيقه ونص. بعد ما خلص دقيقه ونص هيوقف لمده دقيقه ونص كامله. اول 15 ثانيه هيلدن كل حاجه لده في جناب المكسر سقطه تحت، بقيت الدقيقه ونص هيبتدي يغطي المكسر بتاعه باي حاجه عشان يحصل لها امتصاص كده. خلص كده دقيقه ونص التوقف هيبتدي يخلط تاني لمده دقيقه على السرعه السريعه او المتوسطه. يبقى كده اجمال الخط كله 4 دقايق، وبعدين ياخد العجينه زي ما هي دوت ويروح يعمل لها الفلو تيبل اللي احنا شايفين صورته دلوقتي. شايفين صورته مع بعض والابعاد بتاعته برضه هتبقى على الشاشه اللي بيشوفها، وهيبتدي يعبي المخروط بتاعها المولد بتاع الجهاز دوت على طبقتين كل طبقه 2.5 سم، ويدمج 20 دمكه في كل طبقه، والطبقه الثانيه برضه 20 دمكه، وبعد كده يرفع المخروط بعد ما ينظف الجهاز كويس ويبتدي يشغل من ده لمده 10 لفات خلال 6 ثواني، يعني 10 لفات خلال 6 ثواني. بعد كده يرفع، بعد كده يقيس الابعاد، يقيس اربع اقطار مع بعض ويشوفهم ويشوف نسبتهم تعمل كام. اذا حققت 105 كده العجينه كويسه ان انا اقدر اعمل بيها المكعبات واحكم على الرقم. طيب الطريقه الثانيه قال لك يرجعها تاني للمكسر ويضيف كميه رقم لغايه ما يوصل للفلو اللي هو عايزه ال 110. طب خلاص كده كويس قوي، يبتدي بقى يعبي المكعبات بتاعته. على فكره الخلطه ديت بتكفي ان هي تعمل 6 مكعبات. هيعمل نفس اللي عمله في الرمل اللي هو ما فيهوش اي مواد عضويه اللي هو مغسول بالصوديوم هيدروكسيد، يعمله برضه نفس الخطوات والاجراءات في الرمل اللي هو فيه المواد العضويه زي ما هو بعبه بمعنى اصح. بس لازم يحافظ على الرمل ان هو يكون فيه الامتصاص بتاعه. واحنا عملنا اختبار امتصاص قبل كده، ممكن لو عرف المعلوميه بتاعه كام في الميه ميه يحطها عليها ويقلب الرمل ويسيبه لمده نص ساعه عشان يحصل له امتصاص كامل ويشتغل فيها في الظروف دي. هنشوف المواصفات مع بعض اللي بتتكلم في الموضوع دوت. ادي المواصفه الامريكيه اللي هي STMC 87 اللي بتتكلم على تاثير الشوائب على الركام المستعمل في الخرسانه. ده العنوان اهو زي ما احنا شايفين. ادي طريقه الاختبار اهي واضحه البروسيدور اهيت برضو. لو اي حد عايز يقراها برضو من الناس اللي بيتابعونا الطريقه بالكامل اهيت، وطريقه تحضير المحلول اللي احنا بنغسل بيه الرمل قبل ما نشتغل. ده بالنسبه للاس تي ام. معانا كمان المواصفه الاوروبيه اللي هي 1744 الجزء الاول برضو، دي بتتكلم على كل الاختبارات الكيميائيه اللي بتتم على الركام. وبرضه في نفس المواصفه اللي هي الاوروبيه الطريقه بتاعه الاختبار، وهي الجزئيه اللي بتتكلم على الاختبار دوت هي برضه تحديدها، ودي هتلاقوها في الصفحه رقم 20، وان شاء الله هو نفس اللي احنا قعدنا نتكلم من خلاله. شفنا احنا كده الاختبار من بدايته ونهايته، وعملوا زي ما قلنا عملنا محاولتين اللي هم محاوله مغسوله بالصوديوم هيدروكسيد شلنا منها كل المواد العضويه اللي فيها، وعينه ثاني بعملها زي ما هي، وشفنا لغايه ما وصلنا لمرحله التكسير وكسرنا 18 مكعب. اي نعم احنا ما كسرناش 18 مكعب في الفيديو، كسرنا منه جزء. لو طريقه تكسير حد عايز يشوفها تحت الرابط بتاع الاختبار الخمسه بخمسه اللي هو مواصفه الاس تي ام تحت في الديسكربشن تحت لو اي حد عايز يشوفها. المهم دلوقتي احنا شفنا ان هو بيكسر كسر العينات جبتها من النتائج، فهو كان عامل 3 مجاميع وكل مجموعه 3 مكعبات. كل واحده من الثلاث مجاميع كل واحده كان ليها 3 مكعبات. المجموعه الاولى كانت عامله 25.6 متوسط 3 مكعبات، والمجموعه الثانيه عامله 24.9، والمجموعه الثالثه عامله 25.2. المتوسط بتاع الثلاث مجاميع كان عامله 25.2. المجموعه الثانيه اللي هي مش مغسوله اصلا اللي هي فيها اورجانيك، هي فيها اورجانيك. المجموعه الاولى كانت عامله 19،
المجموعه الثانيه عامله 18 و3، والمجموعه الثالثه كانت عامله 17 و9. المتوسط بتاع الثلاثه دولت كان عامل 18 و4. هنفهم من كده ايه هو هنا كاتب في المواصفه شرط ان احنا ايه اللي مش اللي ما اللي فيه زي ما هو مواد عضويه او لسه شويه فيه زمنيه تجيب نفس النتائج، يبقى كده الرمل كويس، لكن ما تجيبش نفس النتائج احنا هنشوفها كده. احسبها ازاي؟ قال المعدل يقول الغير مغسول، مغسول اللي هو بعمله زي ما هو على المغسول، بمعنى هتساوي 18 و4 على 25 و2. هتساوي لي كام؟ حسبناها احنا لانها عامله 73%. طب 73% معنى كده ان الرمل دوت للاسف سيء وما ينفعش ان هو يخش معانا في الشغل بتاع الخرسانة، عشان كده الرمل ده يستبعد وما ينفعش يشتغل معانا. دي كانت فكره بسيطه على الاختبار اللي هو مدى تاثير الشوائب على الشوائب العضويه في الرمل على الخرسانة فيما بعد. واتمنى ان اكون وفقت، واشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واشكركم لحسن متابعتكم، وكان معكم اخوكم عبد الناصر احمد بربري لعمل شروحات الخرسانة والطوبة، واتمنى ان اكون وفقت، وارجو منكم التعليق، ما تنسوش متابعتنا على يوتيوب وعلى صفحتنا في فيسبوك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.